في هذا الفيديو سوف أشارك معكم حل بسيط لتجاوز الباسورد على هواتف الآيفون والآيباد، وذلك في حالة ما نسيت الباسورد الخاص بهاتفك. وكذلك هذا الحل سوف يساعدك في تخطي مشكلة تم إيقاف الآيفون في حالة ما قمت بإدخال الباسورد عدة مرات بشكل خاطئ على هاتفك. في البداية سوف تتوجه إلى صندوق الوصف، سوف تجد رابط البرنامج الذي سوف نقوم باستخدامه في هذا الشرح. سوف تقوم بتحميل البرنامج وتقوم بتثبيته على الكمبيوتر الخاص بك. كما تشاهد معي فواجهة برنامج تينورشير فور يو كي بسيطة للغاية، فهو يقدم عدة خيارات أخرى لحل مجموعة من المشاكل التي يواجهها مستخدمين الآيفون، مثل تجاوز الـ MDM، كذلك إزالة الـ Apple ID المتواجدة على الهاتف إلى غير ذلك. ما يهمنا نحن في هذا البرنامج هي ميزة إلغاء رمز الدخول للآيفون، أي إلغاء الباسورد. سوف نقوم بالضغط على إبدأ في الفتح، وقبل أن نبدأ فالبرنامج سوف يقوم بعمل فورمات كامل للهاتف الخاص بك، لذلك فيجب أن تكون على علم بهذا الأمر. وكذلك سوف يطلب منك الهاتف بعد الفورمات الأبل آي دي الذي كان لديك في الهاتف، فيجب أن تكون على دراية بالأبل آي دي المتواجد على هاتفك أي الآي كلود. وبالنسبة لطريقة استرجاع الملفات من الصور والفيديوهات، ففقط من خلال أن تقوم بإعادة فتح نفس الأبل آي دي أو الآي كلود الذي كان مسبقا على هاتفك، وبعد ذلك سوف يقوم الهاتف بشكل تلقائي من استرجاع الصور الخاصة بك والفيديوهات وكذلك جهاز الاتصال إلى غير ذلك. المهم سوف نقوم بالضغط على ابدأ، وبعد ذلك سوف يطلب منك البرنامج أن تقوم بإدخال الآيفون أو الآيباد الخاصة بك في وضع الريكوفري، وسوف يعطيك هنا بعض الصور لإدخال الهاتف في وضع الريكوفري. أنت سوف تتبع بنفس الطرق التي سوف يعطيها لك في الصور على حسب نوع الآيفون الخاص بك. وبعد أن قمنا بإدخال الهاتف في وضع الريكوفري سوف يتعرف عليه البرنامج وسوف يبدأ بتحميل السوفتوير الخاص بالهاتف. وبعد أن تم تنزيل السوفتوير سوف نقوم بالضغط على إبدأ في الإزالة لكي يتم عمل فورمات للآيفون الخاص بنا. وفي النهاية قد تكون قمت بتخطي الباسورد الخاص بهاتفك، وهذه الطريقة سوف تغنيك من أخذ جهازك إلى محل الصيانة لكي تحل المشكلة. هذا كل ما في الأمر. إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الضغط على الزر لايك. كان معكم بلال من قناة بلال الرواسكا، وإلى اللقاء.